انطلقت فعاليات معرض ديارنا للحرف التراثية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، واللي بيستمر لمدة شهر كامل ولغاية نهاية موسم الصيف الحالي. وبيشمل المعرض منتجات متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، من السجاد والكليم والإكسسوار والإزاز والخوص والمفروشات وغيرها. على أرض مدينة العالمين الجديدة انطلقت فعاليات معرض ديارنا للحرف التراثية، والذي يحمل شعار مصر بتتكلم حرفي، ويستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالي. منتجات متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة. المعرض يقام على مساحة 3000 متر بمشاركة واسعة، ويشمل عدداً كبيراً من العارضين من محافظات أسوان، الإسكندرية، القاهرة، سوهاج، الفيوم، سيناء وقنا. وقد تم الحرص على مشاركة العارضين في المعرض مجاناً طوال فترة إقامته، وعدم تحملهم أي تكاليف، وذلك تشجيعاً لإقامتهم في العالمين الجديدة لفتح آفاق الاستجابة لمطالب العملاء.